تفضل. تحريف القرآن ما حكم من قال بتحريفه؟ نعم. أمام الكل، أتحداك أمام الكل، أمام الكل. اسمع انزل يا يلا، أشرف غريب، انزل يلا، اللهم العن. الله لا تهرب، لا تهرب، لا تهرب، لا انزل يلا، تهرب، والله انزل راح يلا، تهرب، انزل يلا، والله العظيم راح تهرب. انزل أرجو يلا، السؤال، انزل، انزل، والله العظيم راح تهرب، انزل. بقول لك ما حكم من قال بتحريف والله القرآن راح تهرب. بقول لك ما حكم من قال عمك ما بتحريف تهرب. القرآن تتحداني، تقول لي أتحداك؟ طب جاوب الأول وبعد كده تحدي. حضرتك بقى بعد إذنك يا الشيب، هات لي فتوى المراجع عندك بأن من قال بتحريف القرآن ملعون. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله صيام وبركاته. مقبول إن شاء الله. على المسلمين إن شاء الله. حول تحريف القرآن. مش ده سؤالنا والله يا الشيب. حول تحريف القرآن. سؤالنا بيقول الآتي: اذكر لنا ما ميزة في هو سؤالك؟ التشيع نستطيع من خلالها أن نقول أن الشيعة لديهم مميزات في هذا الفكر. تفضل. نعم. ادينا حسب ميزة حديث في رسول هذا الله التشيع. صلى الله عليه وآله. اي نعم 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 لانهم التزموا بالقران واهل البيت. مين اللي تفضل. هم مين لانهم؟ انت مش شيعي ولا ايه؟ اي نعم شيعة، من التزموا لانهم بالقران ليه يعني؟ واهل البيت. طب ما حكم من قال بتحريف القرآن عندكم هو الذين رسول التزموا الله به؟ قال حتى لا تضلوا. طيب قال ما رسول حكم من قال بتحريف القرآن عندكم؟ رسول الله قال حتى لا تضلوا، طيب، لا طيب تضلوا، يا ابو، او عشان التزموا تسجل بالقران واهل البيت. التزموا الآن، الشيعة بالقران واهل البيت. ما حكم من قال بتحريف القرآن عندك؟ تفضل. تحريف القرآن ما حكم من قال بتحريفه؟ نعم. أمام الكل، أتحداك أمام الكل، أمام الكل. اسمع انزل يا يلا، أشرف غريب، انزل يلا، اللهم العن. لا تهرب، لا تهرب، لا تهرب، لا انزل يلا، تهرب، والله انزل راح يلا، تهرب، انزل والله يلا، العظيم راح تهرب. انزل أرجو يلا، السؤال، انزل، انزل، والله العظيم راح تهرب، انزل. بقول لك ما حكم من قال بتحريف والله القرآن راح تهرب. بقول لك ما حكم من قال عمك ما بتحريف تهرب. القرآن تتحداني، تقول لي أتحداك؟ طب جاوب الأول وبعد كده تحدي. نعم أتحداك، نعم نعم أتحداك، أتحداك إذا تقول الشيعة حرفوا القرآن. طب صلى على محمد، أتحداك أمام الكل، صلى على محمد، والله العظيم. صلى على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا هطلع لك فتاوي اللهم علمائي. لعن كل من حرف القرآن. اسمع اسمع أستاذ اسمع أشرف، يا ابني، أستاذ أشرف، طب اسمع. اللهم لعن كل من حرف القرآن من الأولين والآخرين. آمين يا رب اللهم العالمين. آمين يا رب قول يلا العالمين، تفضل. اللهم آمين. ممتاز. حضرتك بقى بعد إذنك يا الشيب، هات لي فتوى المراجع عندك بأن من قال بتحريف القرآن ملعون. اتفضل. 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 مات كده خلاص، هو كده مات.